السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جولة جديدة من بيم. كيف ما تتعرفوا بيم اليوم إن شاء الله جايبنا حويجات جداد وأواني جداد وتخفيضات في المواد الغذائية جديدة. أكيد يتبعوا معي الفيديو حتى الأخير عادي يعجبكم. إن ما تنسونش بارتاج ولي لايك باش تعم الفائدة للجميع. عادي نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف ما دائما معودي لا فيديو ديالنا تنبدأ بالصلاة والسلام. أخوتي الحباب اليوم الفيديو ديالنا وهو كان فيه تخفيضات في مواد تنظيف، تخفيضات في المواد الغذائية، تخفيضات في حويجات اللي جايبينهم زوينين، وحتى التخفيضات اللي جايبين فيهم زوينين. اكيد كيف ما دائما نقول لكم تبعوا لا فيديو حتى الاخير وديروا لي لي لايك باش تعم الفائده. كثروا الفيديو بلي لايك، الله يسهل عليكم ويسهل على الجميع يا ربي باش ما تمنيتو، باش تعم الفائده والناس هكا تكون واحد الفائده مشاركه للجميع وتعم الفائده. غادي نبداو ان شاء الله. عندنا اول حاجه وهو هذا الفيديو ديال الزيت ديال 8 لتر ديال راويه. كيف ما تعرفوا راويه هي اللي كاين فيها تخفيض. جابوا هاد المره 8 لتر، شحال هادي ما كانوا جابوها واليوم راه جابوها. كانوا تيجيبوا غير 5 لتر، دابا جابوا لنا 8 لتر اللي جابوا فيها. كاينه فيها 8 لتر وكاينه 5 لتر وكاينه 2 لتر. 8 لتر اللي كاين فيها التخفيض وهو 174 درهم فاصلة 90. وبالنسبة للبيدو ديال جوج إترو ديري ليه 44 درهم. 43.90 هي 44 درهم، يعني 880 ريال. زيت عافية كذلك لخمسة إترو ديري ليها 113 درهم. كذلك نوار الشمس ويلور اللي داير ليها 119 درهم. غادي نشوفوا التي ديال ا بي سي اللي جايين فيه 9 كيلو، خلاو ب 110 درهم. كما تعرفوا تيطيح اقتصادي وزوين وتيدي مده اطول. بالنسبه لهاد هذا ديال اوموماتيك كاليون فيه 6 كيلو خلاو ب 90 درهم. بالنسبه لهنا جايبين واحد الحليب عرض خاص ديال الألبان 6 إترو خلاوها ب 59 درهم. عندنا هاد الشواية هادي اللي اليوم جابوا فيها تخفيض، كانت ب 500 درهم خلاوها ب 244 درهم. ما شفتو معايا. عندنا هنا جوج كراسة مع طبلة كذلك. عندنا غلاسيار هنا ديال السفر ديال كيف ما شفتو معايا ديري ليها 150 درهم. هادي تحتاج تحتاج بزاف في السفر، تتوضعي فيها اللوازم ديال الثلاجة وتخليها في الكونجيلاتور، تفكها في الكونجيلاتور تتكونجلي داكشي وتتحطي فيها تيبقى متلج. بالنسبة لهاد الحائط هادو كاين فيهم جوج رفوف تيتحطو على شكل حائط دير ليهم 80 درهم. كاين فيهم هاد اللون البيج وكاين فيهم واحد المارو وكاين فيهم واحد اللون اللي ديكرادي ديال هو هذا اللي شفتو معايا. وكاين فيه هذا شي شويه غامق وكاين فيه هذا اللون البيج اللي غادي للمارو. هادو اللي كانوا
بمية درهم خلاهم بستاش المية اليوم. بالنسبة لهاد طابل باس هادو فيهم جوج ديال لي زيتاج دير ليهم 300 درهم. باقين في الكرتونة باقي ما حطوهمش باش يعني باقين في الكرتونة وصورتهم. أنا كاين عندنا هنا واحد إزار مع المخدة ديالو دير ليهم 100 درهم ديال بلاصة وحدة. دي نوامس ديال الوليدات فيهم جوج اللوان فيهم هذاك اللون وهذا اللون هذا اللي وريت لكم عن قرب. التوب ديالهم زوين بارد. كذلك غنشوفوا هاد السراول هادو ديال السبور ديال اليوم 30 درهم. فيهم لي طاي الكبار والصغار. غادي نشوفو كذلك واحد المقيلة لي جابو ديال غرانيت تقيلة جات مربعة لي داير ليها 65 درهم. جات في المارو وهي غرانيت بالنسبة للثقل تقيلة مزيان صراحة. بين مرة مرة يجيبو لنا شي تخفيضات لي زوينة. بالنسبة لهاد البومبة هادي لي داير ليها واحد تمن زوين 30 درهم. كذلك هاد الخلاط اليدوي يجي بحال هكا في هاد الشكل هذا تدوري هاد اللعيبه هاد اللي في البيض وتبدا تخلطي خليط ديال الكيك او لي كاب كيك ولا اي حاجه فيها واحد الخلاط من الداخل تبقى تدوري على هاد الشكل هذا دوري حتى هو فيه ثمن زوين 20 درهم. كاين هاد لي غونجمون هادو اللي غادي نشوفو معاكم صراحة زوينين. كاين وحدة في وسط وحدة تنديرو فيهم اللوازم الداخلية بحال هكا في الباليز في السفر شي حاجة خفيفة بحال هكا تيبقاو باينين. دير لهم 25 درهم. غادي ندوزو كذلك لدانون اللي كاين فيه واحد التخفيض شويه. كيف ما كنتو تعرفوا دابا دانون داير 2.5 دراهم خلاوه دابا بجوج دراهم بالنسبه لهاد الكريمي هذا. وكذلك هاد النوعيه ديال الشرقي اللي فيها ديال الخوخ ديال الفاني ديال جميع الانواع الفواكه اللي كانوا ب3 دراهم خلاهم دابا ب2.5 دراهم. وكذلك غادي نشوفوا هاد عفوا ديال الوليدات الصغار هادو من 12 كيلو حتى 25 كيلو فيهم 82 حبة. وكذلك كاين هاد النوعيه الاخرى ديال ليكوش هما جوج نوعيات غير هادي فيها من 17 الكيلو فيها 70 حبة. بالنسبه للثمن بجوج ثمن بحال بحال ديري ليهم 126 درهم فاصلة 90. حتى لهنا سالي الفيديو ديالنا. نتمنى نكون نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.